السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم الشيف احمد عبد الرحمن عاشور من فندق ساعه مكه فيرمونت. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم طاجن جمبري بالخضار عطيه المصريه. نبدا ان شاء الله مع بعض. عندنا المكونات جزر وكوسه وجمبري وبطاطس متقطعه، كله متقطع كيوبس. وعندنا التوابل بتاعتنا الثوم والكمون والفلفل والكزبره والفلفل الحار وصوص الطماطم وعصير الليمون والبصل والكزبره. نبدا نعمل الطبق بتاعنا. الاول نبدا نحط زيت. الطاسه بتاعتنا ما تبقاش سخنه خالص، تبقى ايه متوسطه الحراره عشان الحاجه ما تحرقش. ننزل بالبصل، كان ننزل عندنا بالطماطم بتاعتنا، بعد كده نبدا ننزل بالخضار بتاعنا حسب التسويه بتاعتنا. يعني عندنا الجزر بياخد وقت، يبقى هو ده اللي ينزل الاول. بعد دقيقه هنقوم ايه نازلين بالبطاطس عشان بتاخد سوا. دلوقتي هنضيف الكوسه بتاعتنا. نبدا ندي الفلفل الاخضر بتاعنا والفلفل الاصفر والفلفل الاحمر، اخد نص سوا. ناخد الجمبري بتاعنا، نبدا نحط الملح بتاعنا والكمون والكزبره، واهم شيء طبعا عصير الليمون، الجمبري بيحب عصير ليمون جدا. بعد كده نبدا نضيف صوص الطماطم بتاعنا. صوص الطماطم عمليه سهله جدا، عباره عن بنجيب طماطم فريش وبصل وثوم وملح وفلفل، نخليهم يغلوا مع بعض، وبعد كده نضربهم بالمكسر ونتبلهم بالملح والفلفل وشويه سكر، ولو عندنا ريحان يبقى طعمه جميل جدا. وطبعا في الاخر خالص بندي الكزبره، لو حطينا الكزبره في الاول لونها هيروح. نبدا بعد كده بقى نغرف في الطاجن بتاعنا، نكون مجهزين الطاجن بتاعنا. طاجن جميل كده. هندخله الفرن على حراره 180 ربع ساعه. هنطلعه دلوقتي وتشوفوه بالشكل النهائي عامل ازاي. وهنقدمه مع بيتقدم مع الرز الابيض والطاجن بقى بالشكل الجميل ده وبالهنا الشفا.